معالي الأخ شيخ محمد خالد حمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعز الأخ جسار عبد الرزاق الجسار وكيل وزارة الدفاع، سعد الأخ الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة الجيش، أخواني وأبنائي قادة وضباط وجميع منتجب الجيش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريا على عادة لقائنا السنوي، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي وأخي سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد جابر الصباح والأخوة المرافقين بكم في هذه الليلة من ليالي رمضان ليالي شهر رمضان المبارك، لنتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل، كما لا يفوتنا توجيه التهنئة والتحية في هذه المناسبة لجنودنا البواسل إخوانكم الذين يقفون في جبهة القتال للمشاركة في الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومشاركة إخوانهم في قوات التحالف للدفاع عن الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، سائلين الباري عز جل وعلا أن يحفظهم بحفظه ويرعاهم بعنايته، وأن يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق، معربين عما نكنه لكم ولكافة قطاعات قواتنا المسلحة ضباطا وأفرادا من ثقة واعتبار وتقدير، فأنتم درع للوطن الحصين ضد كل من يريد شرا به وبشعبه، طالعين إلى المولى تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يعيده على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى المقيمين على أرضه الطيبة بوافر الخير واليمن والبركات. إخواني وأبنائي، إنكم ولا شك تدركون المهام الجسام الملقاة على عاتقكم والتي أنتم أهل لها، حيث نلتم شرف الدفاع عن الوطن الغالي والحفاظ على سلامته، وهي مسؤولية كبيرة تتطلب الإخلاص والتفاني والتضحية والتآزر لإداء هذه المهام والواجبات العسكرية، وإنني لعلى يقين بإدراككم للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والمخاطر الجسيمة التي تحيط بها، والتي تتطلب منكم المزيد من اليقظة والحذر والتصدي بكل حزم وقوة، كل من يريد المساس بأمنه وسلامته. إخواني وأبنائي، إنما يبعث على الفخر والاعتزاز ما تشهده مختلف قطاعات الجيش الكويتي من تقدم بارز في كفاءاتها ودفاعاتها القتالية، والتي ترتكز على الروح الوطنية العالية لمنتسبيها، وعلى التجهيزات العسكرية الحديثة من مختلف الأسلحة والعتاد والمنظومات الحديثة والمتطورة، التي ولن تتوانى الحكومة مطلقا عن توفيرها، لتظل دائما مواكبة لكل تطور وجديد، مقدرين ما يبذله قادتكم في القوات المسلحة من حرص على إقامة الدورات العسكرية عالية المستوى في الداخل والخارج، إكسابكم المهارات والخبرات العسكرية المطلوبة. منتهزين هذه المناسبة للتهنئة بافتتاح كلية أحمد الجابر الجوية بقاعدة علي السالم الجوية، والتي ستسهم في إعداد الطيارين والمهندسين ذو الكفاءة ولمواكبة التطور السريع في مجال الطيران العسكري بمختلف تخصصاته.
إخواني وأبنائي لنيل على ثقة تامة أنكم عندما عند مستوى المسؤولية والجاهزية لمواجهة كل الأحوال والظروف، مبتهلين إلى المولى تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم، مستذكرين بكل الاعتزاز إخوانكم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن ثرى الوطن الغالي، سائلين العلي القدير أن يتغدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويجلهم منازل الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.